نروح لملف وموضوع تاني من الموضوعات الهامة التي حدثت، هو انطلاق ماراثون سباقات الاتحاد المصري للحمام الزاجل لموسم 2022، ويمكن في الموسم ده تحديدا تم اختيار محافظة الشرقية بجوار منطقة تل بسطة الأثرية اللي شهدت رحلة العائلة المقدسة علشان تكون مكان للسباق. طبعا السباق ده بيشارك فيه عدد كبير جدا من المحافظات المختلفة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الأستاذ أحمد خليفة رئيس الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل. أستاذ أحمد، بنصبح على حضرتك يا فندم. صباح الفل يا أستاذ أحمد، إزي حضرتك؟ صباح الخير يا فندم. عاوزين نعرف من حضرتك أبرز المحافظات المشتركة في هذا الماراثون تحديدا، وعدد المشاركين وصل لكام في هذه الفعالية؟ احنا يا فندم عندنا بيشارك معانا اكتر من محافظه في السباق السنه دي، السباق في اتجاهين، سباق باتجاه الوجه القبلي وسباق باتجاه الساحل الشمالي. عندنا بيشارك باتجاه الوجه القبلي محافظه الغربيه والشرقيه والدقهليه والقاهره والجيزه وبورسعيد. عندنا بيشارك باتجاه الوجه البحري القليوبيه برضه والغربيه والدقهليه والمنوفيه واسكندريه، واكثر من محافظه. عدد المشاركين في كل محافظه كتير، يعني بيدخل في تقريبا كل محافظه تقريبا مش اقل من 60 متسابق. السباق يوم الخميس ويوم الجمعه من كل اسبوع لمده 3 اسابيع، ده الموسم الثاني على التوالي. لان السباقات كانت موقوفه في مصر لمده 16 سنه بسبب انفلونزا الطيور، فرجعنا من موسم 2021 وده الحمد لله الموسم الثاني ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ازاي بيتم تدريب الحمام علشان يتم عودته لنفس الاماكن من غير ما يضل الطريق؟ هو الحمام الزاجل ربنا عز وجل فطره على حبه لموطنه، يعني عنده ولاء وانتماء الى موطنه بيته اللي اتربى فيه. احنا حضرتك بنبدا نطور العوده دي ان هي تكون عوده سريعه، يعني جزء من الثانيه بيفرق في ترتيب الفائزين، ممكن الاول من الثاني، ثانيه جزء من الثانيه يفرق في النتيجه. بندرب الحمام فوق البيت او فوق اللوفت من ساعه ساعتين طيران كل يوم. بعد كده بنديله مكملات غذائيه لان وزن الحمامه تقريبا 400 جرام. في سباقات بتوصل لغايه مدينه اسوان، يعني من اسكندريه لاسوان، يعني اللوفت يكون في اسكندريه وحضرتك الحمام من اسوان يرجع اسكندريه تاني. فكائن رياضي من الطراز الاول، فلازم يكون صحته ممتازه. فبنبدا الاول ان احنا نفرخ الزغاليل بصحه جيده، بنديها مكملات غذائيه، بنديها حصه طيران يوميه كبيره. بعد كده بنبدا بالتدريج ندربه على انه ازاي يرجع لبيته، بناخده بعد بيته ب 2 كيلو ب 4 كيلو ب 8 كيلو وهكذا، الى ان بيوصل لحصه تدريبيه انه يقدر يطير بالرمي من فوق البيت من ساعه لساعتين كل يوم. بنبدا بقى نزود عليه الحمل التدريبي لغايه ما بنوصل، يعني امبارح كانت من مدينه بني سويف، الاسبوع الجاي مدينه مراغه، الاسبوع اللي بعده مدينه المنيا، الاسبوع اللي بعده مدينه بيروت وهكذا. طيب عاوز اعرف من حضرتك حاجه تانية يا فندم، يعني فكره اختيار المكان اللي هو يكون ضمن يعني مسار من مسارات العائله المقدسه، هل ده نوع من انواع الترويج لهذا يعني نوع من السياحه الدينيه اللي بقت موجوده عندنا في مصر، ولا ايه سبب اختيار المكان ايضا؟ هو احنا طبعا شيء جميل ان احنا نكون بجوار مسار العائله المقدسه في الزقازيق، واحنا كنا في مركز شباب ناصر، ده هيئه عضوه لاننا اتحاد تابع لوزاره الشباب والرياضه، هيئه شبابيه حكوميه عامه، عندي هيئات اعضاء، فمن ضمن الهيئات الاعضاء مركز شباب ناصر بالزقازيق. من حسن الحظ ان هو بجوار منطقه اثار تل بسطه، المنطقه الاثريه الشهيره بمحافظه الشرقيه. اكيد. فده كان من حسن حظنا ان احنا المركز الشباب مجاور للمنطقه الاثريه دي. وكان في احتفال برضه قريب في تل بسطة، فبرضه من حسن الطالع ومن حسن الحظ ان احنا كنا بنحتفل بمسار العائله المقدسه قبلها بيوم. نعم. نشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ احمد خليفه رئيس الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل.